أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس سندباد الأهلية. درسنا اليوم هو العلوم للصف الثالث الابتدائي. موضوع الدرس هو الصخور. الكل يجيب كتابه يفتح على صفحة 164 حتى نبدي نحكي عن الوحدة الخامسة، المواد المكونة للأرض. راح نبدي بالفصل التاسع. الدرس الأول هو الصخور. الأرض اليابسة التي نعيش عليها تتكون من صخور وتربة. من صخور وتربة. ننتقل إلى صفحة 165. فتات الصخور يكون التربة من المواد المكونة لسطح الأرض. المواد المكونة لسطح الأرض هي الصخور والتربة. أقلب على صفحة 166. نبدأ بالدرس الأول، الصخور. سأتعلم في هذا الدرس أن الصخور مواد صلبة. الصخور لها صفات مختلفة. الصخور تصنف إلى نارية ورسوبية. إذن أول شيء راح أتعرف أن الصخور مواد صلبة، عندها صفات مختلفة، أنواعها نارية ورسوبية. تغطي الصخور بأنواعها المختلفة سطح الأرض وقاع البحار. ما أنواع الصخور؟ قلنا أنواع الصخور نارية ورسوبية. ننتقل الآن إلى صفحة 168. نبدي نتعرف ما الصخور. لعلك مررت يوما في شارع غير معبد ولاحظت أنه يحتوي على قطع من الصخور مختلفة الألوان والأشكال والأحجام مخلوطة مع التراب والرمل. توجد الصخور في سطح الأرض وفي قاع البحار، ويختلف بعضها عن بعض في صفات كاللون والملمس والصلابة. فقد تكون ناعمة الملمس كالحصى أو خشنة كحجر الحمام. وقد تكون الصخور لامعة مكونة من معادن أو دكنة. إذن الصخور تكون مختلفة بأشكالها وألوانها وأحجامها. أيضاً تكون موجودة في سطح الأرض أو في قاع البحار. صفاتها تختلف مثل اللون والملمس والصلابة. أيضاً راح تكون أما تكون لامعة أو تكون داكنة. ممكن تكون ناعمة الملمس، ممكن تكون خشنة الملمس. فأقدر أعرف الصخور هي مواد صلبة غير حية طبيعية موجودة في سطح الأرض وفي قاع البحار مكونة من معادن. نكتب هذا التعريف. الصخور هي مواد صلبة غير حية طبيعية موجودة في الأرض وفي قاع البحار مكونة من معادن. هذا التعريف يكتب. الصخور هي مواد صلبة غير حية طبيعية موجودة في الأرض وفي قاع البحار مكونة من معادن. وتتكون الصخور من حبيبات. إذن الصخور قد تكون حبيباتها كبيرة الحجم أو تكون صغيرة الحجم. إذا كانت كبيرة الحجم بحيث أنه أقدر أشوفها بالعين المجردة، فراح يكون ملمسها خشن. أو تكون حبيباتها صغيرة الحجم فيكون ملمسها ناعم وما أقدر أشوفها إلا بعدسة يدوية مكبرة. إذن الصخور ممكن تكون ناعمة وممكن تكون خشنة. شوكت تكون ناعمة إذا كانت حبيباتها صغيرة الحجم. شوكت تكون خشنة إذا كانت حبيباتها كبيرة الحجم. لاحظوا هنا الصخور عندها صفات مختلفة. هاي أشكال مختلفة أيضا. ننتقل الآن نتعرف على صفحة 169. نتعرف ما أنواع الصخور. عند تفحصك لمجموعة من الصخور باستخدام العدسة اليدوية المكبرة، هل للصخور جميعها الصفات نفسها؟ أكيد الصخور ما راح تتشابه بالصفات. ممكن تكون قلنا خشنة، ممكن تكون ناعمة، ممكن تكون لامعة، ممكن تكون داكنة.
تعد الصخور من موارد الأرض الطبيعية المهمة للإنسان، ولها أنواع مختلفة منها. الصخور النارية، هذا أول نوع من أنواع الصخور، الصخور النارية. ثاني نوع هو الصخور الرسوبية. خلونا نتعرف على النوع الأول، الصخور النارية، وهي ناتجة من تصلب منصهر البراكين الخارج من باطن الأرض. إذن أنا من أسمع صخور نارية معناها جايتني من براكين، أصلها من البركان. زين، من أسمع صخور رسوبية معناها جاية من مواد مترسبة. خلينا نبدي بهن واحدة واحدة. الصخور النارية هي ناتجة من تصلب منصهر البراكين الخارج من باطن الأرض. منصهر البركان عندما يتصلب راح يكون لي صخر ناري. هذا الصخر الناري قد يكون ناعم الملمس وقد يكون خشن. شو وقت يكون خشن؟ إذا كان تبريد المنصهر بطيء، يعني مو بسرعة برد، تأخر يلا برد المنصهر، راح يكون ملمس الصخر خشن. لكن إذا المنصهر برد بسرعة راح يكون الملمس ناعم. إذن إذا كان تبريد المنصهر بطيئا يكون ملمس الصخور النارية المتكونة خشنا، أما إذا كان تبريد المنصهر سريعا فإن الصخور النارية المتكونة يكون ملمسها ناعما. شو وقت يكون خشن؟ إذا كان تبريد المنصهر بطيء. شو وقت يكون ناعم؟ إذا كان تبريد المنصهر سريع. أوكي؟ من أمثلة الصخور النارية الزجاج البركاني، لاحظوا شلون بين ملمسه ناعم، صخر البازلت، صخر الجرانيت. هاي أمثلة على الصخور النارية. ننتقل الآن إلى الصخور الرسوبية. قلنا صخور رسوبية جاية من مواد مترسبة، وهي صخور تكونت نتيجة تراكم المواد المترسبة بشكل طبقات متصلبة. إذن هي صخور تكونت نتيجة تراكم مواد مترسبة. شنو هاي المواد المترسبة؟ خلينا نتعرف عليها. قد تكون تلك المواد المترسبة رمالا أو معادن أو أجزاء من النباتات أو بقايا بعض الحيوانات، وتتصلب تلك الرواسب بأشكال مترعصة ومتماسكة، وقد تمضي عليها ملايين السنين حتى تتحول إلى صخر. إذن الصخور الرسوبية صخور تكونت نتيجة تراكم مواد مترسبة بشكل طبقات متصلبة. هاي المواد المترسبة أما تكون رمال أو معادن، بقايا حيوانات أو أجزاء نباتات، من تتصلب هاي الرواسب، وطبعا راح تكون بأشكال متراصة ومتماسكة، وتمضي عليها ملايين السنين حتى تتحول إلى صخر. فأكتب هذين التعريفين، تعريف أنواع الصخور. أنواع الصخور هي الصخور النارية، هي صخور ناتجة من تصلب منصهر البراكين الخارج من باطن الأرض. الصخور الرسوبية هي صخور تتكون نتيجة تراكم المواد المترسبة بشكل طبقات متصلبة. هذين التعريفين ينكتبن بالدفتر. الصخور النارية هي صخور ناتجة من تصلب منصهر البراكين الخارج من باطن الأرض، والصخور الرسوبية هي صخور تتكون نتيجة تراكم المواد المترسبة بشكل طبقات متصلبة. إذن ما ننسى، صخور النارية جاية من براكين، صخور رسوبية جاية من مواد مترسبة. منصهر البراكين إذا كان التصلب مالته سريع راح يكون الملمس ناعم مال الصخر الناتج عنه. إذا كان المنصهر تصلبه بطيء راح يكون ملمس الصخور خشن. وهنا عرفنا المواد المترسبة شنو هي، أما تكون رمال أو معادن، أجزاء نباتات أو بقايا حيوانات. هذا كل شيء يخص درسنا اليوم. إن شاء الله بالدرس القادم نكمل الصخور ونتعرف على استخدامات الصخور وأهميتها إن شاء الله بالدرس القادم. شكرا لكم.